بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد اليوم باستضافة فضيلة العلامة والمؤرخ والمفكر سيدي مولاي علي الريسوني، رئيس مؤسسة آل البيت للشريف مولاي أحمد الريسوني، هنا بشفشاون في هذا الحوار اللي غادي من خلاله نطرحوا له أسئلة ونعرف قدر هذا الرجل وطريقة الإجابة نتاعه وكلامه اللي غادي يفيدكم جميعا، خصوصا وأنه عنده ما يقول لا في ما يخص في الوحدة الترابية للمغرب ولا فيما يخص العلاقات ما بين الجزائر والمغرب. سيدي مساء الخير. مساء الخير. أول سؤال، وقبل ما نطرح لك السؤال أود أن أوجه لكم الشكر الجزيل على هذه الاستضافة. العفو. كرم العفو. العفو. كرم الضيافة وحسن الوفادة. أشي قليل في حقكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. سؤالي الأول، كنا حضرنا اليوم الملتقى 12 لآل البيت، بغيت تعطينا نظرة تقييمية حول حدث اليوم وكيفاش فاتت الأمور. وأنا كنت حاضر لكن بغينا نسمع منك فضيلة الشيخ. نعم. فضيلة العالم إن شاء الله. يعني كلام حول الملتقى. حول الملتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. خير بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، نحمده يا ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشكرك يا الله على أن جمعتنا مع عبادك الصالحين، ونسألك أن تزيدنا من فضلك وأن تزيدنا من نواليك ومن نفحاتك، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تدخل رحمتك إلى كل ذرة في بدننا، وأن يكون ذكرك لنا سابقا على ذكرنا لك، لأنك يا مولاي إذا ذكرتنا لا شك أننا سنذكرك، لكن إذا نسيت عبدك فإنه يتخبط في ظلمة الشكوك ويتخبط في غابات من الأوهام والظنون، ولن يصل قط إلى الاستقرار النفسي والقلبي. والله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سيدي، هذا الملتقى الكريم جاء في وقته، اجتمعنا مع هذه الرابطة العلمية العالمية الأنساب الهاشمية في سنة 2010 أو 2011، وفي كل عام ننظم ملتقى في موضوع خاص. مثلا نظمنا ملتقى طيب وجيد حول آثار النبي صلى الله عليه وسلم التي يتبرك بها الناس، كشعره صلى الله عليه وسلم، وكسيفه صلى الله عليه وسلم، كقميصه، وكل ذلك بقي منه جزء كبير في مدينة إسطنبول. وهؤلاء الأشراف ساعدونا على أن يكون عندنا أكثر من 90 لوحة ما زالت عندنا إلى الآن، مكتوبة باللغة العربية واللغة الإسبانية. أخذت هذه اللوحات من الأصل الموجود في إسطنبول. ومعلوم عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون ببصاقه الشريف وبشعره المنيف وبعرقه صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الصحابة قالوا: كنا نتخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم طيبا يتطيبون به. هذا موضوع من المواضيع التي تطرقنا إليها في ملتقى من الملتقيات. ومعلوم أن أهل التنطع ينكرون التبرك إلا بالكعبة، بل أحيانا يمكن أن يطعنوا حتى في الكعبة ويستثنون الحجر الأسود. متنطعون هم الذين غالوا في الدين بجهل، باختصار شديد غالوا في الدين بجهل وضلال دون هداية ودون نور واضح وانشراح الصدر. الواحد المؤمن لما يتكلم إذا كان الله تعالى راضيا عنه قلبه منشرح، لا تجده فيه قلق وفيه توتر وفيه تعصب
وينظر إلى الحياة نظرة كئيبة. فإذا هؤلاء الناس الرابطة العلمية العالمية للأنساب الهاشمية رئيسها محمد بن علي الحسني الشريف، له تآليف متعددة، وهو كثير الأصفار إلى الأردن وإلى مصر وغيرها من الأقطار كبلادنا المغربية. فنخصص كل سنة يوما قبل شهر رمضان المبارك لمناقشة موضوع ما نتفق نحن وإياهم على تنظيمه، والتنظيم يكون طبعا في مدينة شفشاون المباركة. وخلال هذا الملتقى السنوي المنظم الذي لم يلغى إلا في سنتي 2020 و2021 بسبب كورونا، خلال هذه الملتقيات المباركة نختار نحن شخصية ينتفع بها الناس، لأن أنفعكم لعباده هم الذين الله عز وجل يرضى عنهم، كما جاء في الحديث الخلق عيال الله، وأحبكم إلى الله أنفعكم لعياله. العيال يعني عباد الله، استخدم الله عز النبي عليه الصلاة والسلام هنا عبارة عيال. اليوم كان عندنا ملتقى في موضوع واحد وهام جدا، وهو العلاقات التضامنية ما بين دول الخليج وما بين المملكة المغربية. واخترنا أيضا سيدة فاضلة تغطي رأسها بالحجاب، وهي محامية تسمى نجيبة الحولاني من بني حولان، منطقة في مدينة شفشاون. الموضوع هو التضامن، كيف لا يتضامن المسلم مع المسلم؟ والشيطان لعنه الله وأخزاه وأبعدنا عنه وعن خطواته يروم دائما أن يوغل في أن يحرش قلوب بعض المؤمنين على بعض. والنبي لما مات قال أنا لا أخشى عليكم الشرك، اسمع انظر لاحظ، أنا لا أخاف عليكم الشرك، وإنما أخاف عليكم من الشحناء، أو كما قال يعني أن تتوغل القلوب في الأحقاد. فيقاتل الإنسان أخاه، ويقاتل أباه، ويقاتل عماه وجاره، ولا يرعى للجوار إلا ولا ذمه، ولا يرعى حرمة الإسلام وحرمة شهادة لا إله إلا الله في القلوب. من هنا كانت الفتنة الكبرى، وقدر الله لا يرد، في مقتل عثمان، وانفتح الباب، باب الفتن، المسلمون يقتل بعضهم بعضا، والمسلمون يحارب بعضهم بعضا، والمسلمون يجهر بعضهم ضد بعض بالكلام الذي يؤذي الآخر. وأحيانا لا تقتصر العداوة على الكلام المكتوب أو الكلام المنطوق، وإنما تتعدى العداوة والإيذاء إلى استعمال السلاح والوقيعة وإحراق الأرض وإحراق الإنسان وعمل المنكرات الكبيرة. ولذلك ابن العلقمي يحكى عنه، ابن العلقمي هذا لما دخل هولاكو إلى بغداد سنة 650، من أعانه على الفتك بالمسلمين؟ ابن العلقمي. ابن العلقمي يدعي الإسلام ومع ذلك تعاون مع المستعمر. وهنا في المغرب أيضا وفي كل مكان المستعمر يستخدم بعض المسلمين ضد بعض. فموضوع اليوم هو موضوع التضامن الخليجي مع المغرب، والمقصود بالخليج الخليج العربي، الخليج الإسلامي، هو إسلامي قبل أن يكون عربيا قبل أن يكون فارسيا. هذه الدول دول الخليج تضامنت مع المغرب في ماذا؟ في أن الصحراء أرض مغربية. المغرب بدوره تضامن مع أهل الخليج في ماذا؟ في الويلات التي نراها الآن قد أطلت برؤوسها وأنشبت أظفارها وتمكنت من صدور الناس، فأوغلت الصدور بالحقد والبغضاء والشحناء. فرأينا وسمعنا أفلاما ولقطات وربورتاجات من الثأر من الجانبين.
الحوثي كان على مذهب الزيدية، ومذهب الزيوت أقرب المذاهب إلى المذاهب الأربعة. فإذا به يبايع أبو هؤلاء الذين الآن في شمال اليمن، يبايع مرشد الجمهورية الإيرانية. الجمهورية الإيرانية لها مذهب يكفينا في قبحه أنه يسب أصحاب رسول الله. الله عز وجل يأمرنا بتوقير النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا كتب القاضي عياض كتابه الشهير الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى، وشرحه الخفاجي في 4 مجلدات هذا الكتاب. حقوق المصطفى علينا كثيرة، منها أن لا نؤذي أصحابه، ولذلك قال إياكم وأصحابي، النبي عليه الصلاة والسلام إياكم وأصحابي، بحيث كل ما فعله الصحابي يسلم له. الإيرانيون الذين هم على مذهب الاثنى عشرية يسبون عائشة أم المؤمنين جهارا دهارا نهارا، ويسبون الصحابة جهارا نهارا، ما عدا طائفة قليلة وقفت مع علي بن أبي طالب في حربه مع سيدتنا عائشة، كانت مناوشات بسيطة لم تكن حربا بالمعنى. إذن هؤلاء خطر، بل منهم من ينكر القرآن في الذي عندنا، قد يزيدون فيه أو قد ينقصون فيه أشياء غريبة جدا تكلم فيها علماء الإسلام. وارجع إلى كتب الملل والنحل، ستجد في كتب الملل والنحل والطوائف الإسلامية ما يشفي الصدور من أولئك الغلاة. مثلا الشاطبي صاحب مقاصد الشريعة الإسلامية، هذا الشاطبي له الموافقات في الشريعة، ولكن له أيضا في البدع كتاب كبير قرأته منذ حوالي 50 سنة أو 40 سنة. الإجماع الأمة على أن الإثنى عشرية خارجون عن أهل السنة والجماعة. لا نريد الإفاضة في هذا الموضوع، جئتك بمثال واحد، أنهم يجعلون أسماء عمر وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما مكتوبا تحت الأرجل تحت الأحذية، ليطأوا بأحذيتهم على أسماء بعض الصحابة ويجهرون بهذا. وأخبرت أنه في العراق كانوا يعملون بأهل السنة والجماعة الأفاعيل من الإحراق ومن. فالمغرب الآن يؤازر أهل الخليج في محنتهم مع إيران. إيران جعلت ذراعا لها في لبنان وهو حزب الله، وجعلت ذراعا لها في اليمن وهم أيضا من جماعته، وجعلت أذرعا متعددة في بلاد الرافدين، وجعلت أذرعا أخرى في سوريا، ناهيك عن البعثات السرية. الحاصل أن المغرب متضامن مع أهل الخليج في خوفهم من أن تضر بهم إيران اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وهي تحاول جهد المستطاع للتغلغل. لأن الخميني نقول رحمه الله، يعني لا نصل إلى تكفير الشيعة، ولكن نقول بضلالهم الكبير، ما عدا من ثبت أنه يحرف القرآن الكريم أو يزيد فيه أو ينقص منه فهذا فيه كلام آخر. أما عموم الشيعة فإنهم يضللون ولا نستطيع إخراجهم من القبلة. فهؤلاء المغرب متضامن مع أهل الخليج في أن إيران تهدد وجودهم ووحدتهم واقتصادهم وزراعتهم، وهم أيضا متضامنون معنا في قضية الصحراء المغربية. فهذا الملتقى جعل من أجل أن نلقي أضواء جديدة من طرف أساتذة المختصين حول هذا الموضوع الحساس، ولكن مع الأسف الشديد بعض المداخلات لم نستطيع عرضها لضيق الوقت، منها مداخلة الدكتور عبد الفتاح نعوم، هذا محلل مغربي
شاب طيب محصل على شهادة الدكتوراه وهو محلل ضلع، وأعطاه الله عز وجل فصاحة في اللسان، وأعطاه بيانا في المنطق والبيان، أعطاه بيانا في المنطق، وهو رجل ضلع لضيق الوقت. الثاني الذي لم نستطع أن نذيع له شيئا، محمد علي دهيش. محمد علي دهيش صديقي كان وصل إلى هنا في العشرية الأولى من هذا القرن، وعرفته رجل عالم، عالم جدا، من الموصل، في جامعة الموصل، عالم جدا، له كتاب حول الصحراء المغربية طبعها قبل أن يخرج من المغرب. هذا بعث لنا المداخلة، محمد علي دهيش، فيها نصف ساعة أو ثلث ساعة بالشك مني، لم نستطع أن نعرض مداخلته. الشخص الثالث وهو الدكتور الصوصي العلوي بعث لنا مداخلته ولم نستطع أيضا أن نذيعها نظرا لضيق الوقت. ومنهم رجل إسباني، رجل إسباني يسمى بيدرو اسمه الشخصي، هذا له مجموعة دول يؤازرون المغرب في محنته في قضية الصحراء، والحمد لله هذه المحنة انتقلت إلى المنحة، فكانت في البداية محنة، ولكن الله عز وجل يبدل الأحروف ويبدل المعاني ويبدل المباني، فإذا بها المنحة من الله عز وجل. على هذا الأساس هذه المحنة اللي رجلت منحة، نعم، صررنا أمس بخبر في يوم 15 شعبان قرار الإسبانيا الدعم رسميا المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في 2007، والذي أنا اعتبرته شخصيا أنه اعتراف بمغربية الصحراء. كيف استقبلتم مولاي الرسولي خبر الإعلان الإسباني؟ والله لقد استقبلناه بارتياح شديد، مثل ارتياح الظمآن الذي قضى ساعات وهو في حالة الظمأ، وجاء له بكوب من الماء فارتوى من ذلك الكوب من الماء أو من الأكواب من الماء. كنا ظمآنين في أشد الظمأ، عطشا في أشد العطش، لكي نسمع هذا الخبر الذي نزل علينا بالسرور. أنا أحكي لك الواقع، يعني كنا متعطشين لأن نسمع هذا الخبر، لأنه من الغريب جدا أن إسبانيا جارة المغرب حوالي 2000 من الشركات إلى 3000، هذا أمر أرقام مؤكدة، من 2000 إلى 3000 شركة إسبانية تعمل هنا في المغرب، والمغرب سهل لها أن تشتغل كالشركات المغربية دون تمييز ما بين الشركات الإسبانية أو الفرنسية أو الشركات المغربية. ومع ذلك لم يراعوا هذا الأمر، واستمر الأمر على التجاهل، استمر الأمر على التجاهل. ولكن الصبي الذي كان بالأمس صبيا صار شابا، وإذا كان المغرب شابا صار الآن كهلا، فاللباس الذي كان يرتديه من قبل عندما أنعم علينا بالاستقلال ليس هو المغرب الآن. المغرب الآن فيه كفاءات وفيه عقول وفيه أدمغة، ولم يعد ذلك الطفل الذي تلهونه بالملهات الصغيرة أيتها المملكة الإسبانية. فهذا النبأ حقيقة نزل علينا كما ينزل الماء لدى جماعة من الرحل يبحثون في الصحراء عن عين من الماء يبلون بها عطشهم وظمأهم. ففرحنا فرحا شديدا جدا لأن الله سبحانه وتعالى بشرنا أمس بهذه البشرة العظيمة. وأعتقد، والله تعالى أعلم بالغيب، أعتقد أن هذا هو المسمار الدقيق، وأن هذا الاعتراف يمكن أن أزعم أنه من ناحية أنجع من الاعتراف الأمريكي. لماذا؟ لأن أمريكا لم تكن ولن تكون طرفا في النزاع رسميا، ولكن المملكة الإسبانية هي طرف في النزاع، وهي المستعمرة من قبل لأراضي الصحراء. فكيف تغفل إسبانيا هذه الغفلة كلها وتضع البيضة في سلة جماعة
لا وجود لها إلا في الخيال. على كل حال فرحنا، ولو كان لأخيك هذا جناحين أو جناحان لطرت بهما بالفرح في الفضاء، ولكن أنا بشر ليس لي جناحان أطير بهما، كدت أن أطير من الفرح بسماع لهذا النبأ. ثم لما طلعت إلى فراشي فتحت الهاتف المحمول وصرت أتصفح الصفحات وأرى الخبر يتأكد في كل خبر، يتأكد في كل خبر، ونزل الخبر علينا بردا وسلاما. الحمد لله، هنيئا للمغربي بهذا الانتصار الدبلوماسي. آخر سؤال فضيلة العلامة، ما هي رسالتكم للشعب الجزائري؟ ماذا أقول لك؟ من أنبل الشعوب على وجه الأرض وأطيبهم وأكرمهم. أنا جربت 3 مرات، صيف 73، صيف 74، صيف 75، رأيت بعيني الناس، الشعب العادي ليس في قلبه ضغينة، بالعكس في قلبه محبة ومودة. في ملتقيات الفكر الإسلامي هناك أخذت التجربة، وكان لي صديق دكتور مات رحمه الله، دكتور مفتاح، كان أستاذ في غوليزان. بسم الله، أيها الشعب الجزائري المسلم، أيها الشعب النبيل، أيها الشعب الكبير، أيها الشعب العظيم، أيها الشعب المسالم، العبد الضعيف يحبكم فردا فردا. نتمنى على الله سبحانه وتعالى أن تزول الحدود الوهمية في القريب العاجل، الحدود الوهمية ما بين الجزائر والمغرب. فعلة لم يفعلها حتى الاستعمار الفرنسي، لم يغلق علينا هذه الحدود الوهمية، لأن الجزائر هو المغرب والمغرب هو الجزائر. فكلامي للشعب الجزائري لنصبر ولنتعامل دائما بالبصيرة، ولنتعامل دائما على إحقاق الحق وإزهاق الباطن ولو على نفسك. أيها الشعب الجزائري الحبيب الكريم، السلام عليك ورحمة الله، وعلى آبائك وعلى أجدادك وعلى أسلافك المنعمين في روضات الجنات، والرحمة تدركهم في الجنات النعيم وفي جنات الخلد. ولأبنائكم مني تحية وإكبار ومحبة كبيرة جدا، واحترام ومودة وتبجيل لكل واحد واحد. أقول لكم الحدود الوهمية لا بد أن تسقط ولتنتظروا، لكن الوصايا: قوموا في الفجر، ففي الفجر يستجاب الدعاء، وفي الفجر الله عز وجل يقول: من يدعوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يستفتح لي فأفتح له. فالشعب المغربي والشعب الجزائري والشعب التونسي والشعب الليبي والشعب الموريتاني، هذه الشعوب الثلاثة، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، أتمنى من قلبي أننا نستيقظ من السبات، وأن نستيقظ من الغفلة التي لا ينتفع بها إلا الأعداء الخارجيون. أما نحن فنحن شعب مسلم، والمغرب العربي بني على أركان ثابتة، ولا بد أن تزول هذه التفرقة، ولا بد أن تزول هذه الأغلال، وأن تنكسر هذه القيود، ولا بد أن يعود الطائر إلى عشه، ولا بد أن يتضح البيان، وأن يتضح الحق من الباطل، وأن تذهب الغشاوة عن العيون، ولا بد أن تعود العقول إلى رشدها، ولا بد أن تؤوب القلوب إلى صدرها، ولا بد أن يعترف الإنسان بأننا إخوان بمعنى الكلمة. أتحسر، أبكي، والله أبكي لما أكون وحدي، أبكي بالدموع المادية، وأحيانا أبكي بالدموع الباطنية بدموع القلب، لما أتطلع إلى أوروبا 27 دولة أزالت الحدود في اتفاقية شنغن، ونحن أحق بذلك لأننا مسلمون مغاربيون. وما زلت أذكر سعيد رمضان رحمه الله، رحمة الله عليه، سعيد رمضان هذا جاء للمغرب في سنة 1956، سعيد رمضان مصري من جماعة الإخوان المسلمين، ابنه كان في سويسرا. على كل حال هذا الرجل كلامه ما زال الآن في أذني، خطب في إذاعة طنجة،
في 1956 كان حدث اشتباك دموي ما بين حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال في سوق أربعاء الغرب، فصار يخاطب نحن المغاربة، يا مغاربة هكذا يقول، أيها الإخوة المغاربة، يقول أيها الأخوة، ديننا واحد، ملكنا واحد، قبلتنا واحدة. كذلك أعيد، لا مجال لأن إلا للصلح، للصلح، إنما حكامكم أيها الإخوان المسلمون الجزائريون الحبيبون إلى قلوبنا، النظام فاسد. أنا لا أقول هذا، بل أنتم تقولون أن النظام فاسد، وفساده واضح. هذا النظام لا تحاربوه بالعنف أبدا، لا تحاربوه بالسلاح أبدا. غاندي استطاع أن ينتزع السلاح، أن ينتزع الاستقلال للهند من الإنجليز، لم ترق قطرة واحدة من الدم، مهاتما غاندي. وعلى إثر ذلك محمد علي جناح أنشأ دولة الباكستان بالكفاح السلمي، الكفاح البارد، وأعظم سلاح في هذا الكفاح الدعاء إلى الله في الفجر وفي العصر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب والعشاء، اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وحملات التوعية، حملات التوعية على أشدها، من بيت إلى بيت، من مكان إلى مكان، من دكان إلى دكان. حملات التوعية ماذا نقول فيها؟ نقول فيها إن شاء الله النظام لابد أن ينزل. كرر أنت ونحن 40 مليون، كل واحد منا يجتمع مع الآخر فيقول النظام لابد أن يزول، النظام لابد أن يزول، النظام لابد أن يزول. رددها 40 مليون شخص من المسلمين، 20 مليون، 10 مليون من المسلمين، 5 مليون، مليون. إذا رددها بقلبه وصدره وفؤاده وجواه وروحه وضميره هذه الكلمة، النظام الفاسد نسأل الله أن يزول، وأن يأتي نظام آخر ديمقراطي حقيقي لا يكذب علينا ولا يسرقنا ولا يقلب ولا ينافقنا، ويحقق لنا الوحدة المغاربية الكبرى. وعفى الله عن هذا النظام وليرحلوا إلى دولة أخرى، ولن تكون هناك مذبحة، ولن أبدا ننتقم من جنرال أو من عسكري أو من ضابط أو من مسؤول. المسامحة تسمى، ارحلوا عنا أيها النظام الفاسد، ارحل عنا، لا نطلب منك إلا أن ترحمنا، أي إلا أن ترحل، إذا أن ترحل عنا، لأن الآن كوريا الشمالية هي الوحيدة التي بقيت تحكم بنظام عسكري ومستبد في نفس الوقت. إسبانيا حكمت بنظام عسكري لكن لم يكن مستبد. أنا عشت في إسبانيا ودرست مع الإسبانيين، وعمري 7 سنوات هنا في مدينة سيفشاون. نظام الفرنكوي كان نظام عسكري ولكنه لم يكن نظاما مستبدا. أما النظام العسكري الجزائري هو أطغى من النظام العسكري الإسباني بكثير، لأنه يكمم الأفواه. أنا لا أثور الناس أبدا، لا أقول لهم ثوروا بالسلاح، أقول لكم أخرجوا النظام من قلوبكم يخرج من الكراسي، أخرجوا النظام من أفئدتكم، من أدمغتكم، أخرجوا هذا النظام بهذه الكيفية القبيحة الشنيعة، أخرجوه من قلوبكم ومن ضمائركم ومن أدمغتكم، يخرج من الكراسي ومن الإدارة ومن الوزارة ومن رئاسة الجمهورية ومن المرافق العامة، لابد أن يخرج. لكن التوعية، التوعية دون حمل سلاح، دون إحداث فوضى، دون إحداث ضجيج، دون رصاصة واحدة تطلق، ولا جرح، ولا جر أن يجرح واحد لا ينبغي. بمعنى أن هذا رأيي أن أقوله أمامك بالصراحة. التوعية، التوعية عبر فيسبوك، عبر تويتر، عبر اللقاء الشخصي، عبر هذه الوسائل المستحدثة، يجب أن ينشئ كل جزائري حسابا، جزائري بالغ عاقل واعي ينشئ حسابا خاصا به ليذيع فيه، ندعو إلى المحبة وإلى رحيل النظام،
نظام أحسن وإلى بسط علاقات طبيعية ما بين أحسن بين البلدين وإلى فتح الحدود وإلى إنهاء هذا الصراع الأجوف الذي عمر طويلا. هذا الذي نقوله يا سيدي. نحن نقول نريد أن نبني المغرب العربي الكبير. المغرب العربي الكبير، المغرب العربي الكبير من هذه الدول له أسس، أسس في الثمانينات الحمد لله رب العالمين. هذا المغرب لكي يتحد لابد أن يرتحل هذا النظام الفاشل، نظام أعرب منذ 1962 عن أنه نظام لا يصلح ليقود الأمة، والزمان يتطور في كل يوم، لأنه من قبل أدركت الحرب الباردة آثيرو نقول له مورو دي آثيرو. ما هو مورو دي آثيرو؟ السور الفولاذي يقسم برلين الشرقية والغربية سقط، صافي انتهى خلاص. الديكتاتورية التي كانت في روسيا خلاص انتهت، انتهت إلى الأبد، لم تبقى إلا في كوريا الشمالية. هذه الشمولية، الأنظمة الشمولية بقيت في كوريا الشمالية وفي الصين، لكن الصين شيء آخر، الصين ذهبت إلى الاقتصاد. النظام العسكري الجزائري لم يذهب إلى الاقتصاد بالديكتاتورية، أهلك الاقتصاد وأهلك السياسة وأهلك الألفة والعائلة الواحدة وأهلك حب الإنسان للإنسان. أعظم يا سيدي، يا سيدي وليد، من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا أن يحب المسلم المسلم، أن تحب المؤمنة تحب المؤمنة، وأن يحب المسلم المسلم البعيد فضلا عن الجار. هل يعقل، هل من المعقول أننا لا يحجزني عن ذلك المسلم الذي هناك إلا متر واحد والحاجز بيني وبينه؟ الله عز وجل الذي يأمر بالحوار ويأمر بالجوار ويأمر بالمذاكرة ويأمر بالجدال، حتى أن الله سبحانه وتعالى سمح في القرآن الكريم لإبليس رأس الفتنة لما سأل الله عز وجل، استمع إليه الله عز وجل، قال أمهلني، قال له أمهلتك، قال له أمهلتك يعني تركتك إلى آخر الزمان. العسكر لا يقبلون هذا الحوار. أنا متتبع للشأن الجزائري منذ قديم يا أخي الكريم. مالك بن نبيه ترك بذرته في المغرب، الدكتور عبد السلام الراس صديقي وأخي وأستاذي. الشأن الجزائري كان المغاربة من هنا من منطقة الريف ومن الشؤون يذهبون لتعليم القرآن الكريم في الجزائر، منهم الإمام الفقيه المرحوم العمراني البوحلاتي من قرية تسمى بوحلة، إذا أردت أن أوصلك لها أوصلك لها. وبعضهم كانوا يذهبون إلى زاوية الشيخ العلوي في بسغنم رحمة الله عليه، الشيخ أحمد بن مصطفى العلوي بن عليوة العثماني الأصل رحمة الله عليه. نحن أمة واحدة، الجزائريون والمغاربة أسرة واحدة وأمة واحدة. إذن النظام لابد أن يرتفع. هذا النظام إنما أقول وسيلة الكفاح، ليس المسدس وليس الخنجر، ولكن التوعية من جهة، التوعية بجميع الطرق الممكنة، بالتكنولوجيا الحديثة، بآخر التكنولوجيات، بما تيسر من الهواتف، وإخراجه أكثر من ذلك من قلبك، وأن تقول له أيها النظام أنا لا أحبه ارحل عني. قالها الأول، قالها الثاني، قالها الثالث، قالها مليون، قالها المليونان، قالها ثالث، لابد أن يرحل، لأنها أنت بقلبك قلت له لا أريده، أريد انتخابات نزيهة ومرحلة انتقالية جديدة شفافة واضحة، أريد انتقال سلمي. لما كان هناك الحراك والله كنت أصلي الجمعة وأرجع بسرعة لكي أفتح الهاتف لكي أتفرج، ليس بالحقد، بالعكس، يعني أقول هذا الشعب واعي، خرج الحراك، يا ربي أنجح مسعاه.
فالمقصود رسالتي للشباب الجزائري وللإخوان المسلمين في الجزائر، رسالة لهم أن لا يحدثوا الفوضى ولا يخرجوا على القانون، وأن يكون لهم كفاح سلمي ديمقراطي متحضر عبر الوسائل المتاحة. والذين في البلديات أو في الصحف أو في أي ميدان عليهم أن يكافحوا هذا الطاغوت، أن الرضا بالطاغوت ظلم عظيم جدا. لا بد أن ينكسر الغل، ولا بد أن ينكسر القيد، ولا بد أن يطلع الفجر، ولا بد أن ينتهي الفساد، ولا بد أن تعود الأمور إلى نصابها، لأن الله تعالى لا يحب الفساد. وقال الله عز وجل في الحديث الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والنظام ظالم، يظلم الشعب الجزائري ويستبد بأمواله ويستبد بالسياسة ويستبد بالقرارات المستقبلية ويرهن النفط الجزائري في وقت الشعوب الآن تسوق إلى تبديل سياساتها الاقتصادية بما يلائم مصالحها وعقيدتها وتحسين العلاقة مع الجوار. هؤلاء ذلك النظام يسعى إلى تجذير. فليبتعد مما قامت به إسبانيا أمس. أي نعم. فليبتعد مما قامت به إسبانيا أمس. نصل إلى نهاية هذا الحوار مع فضيلة العلامة الشيخ مولاي الشريف اليريسوني الذي أتحفنا بكلام رائع ونصائح نيرة ورسالة إلى الشعب الجزائري. أتمنى من بني وطني أن يلتقطها وأن نعمل جميعا من أجل توطيد العلاقة بين الشعبين ومن أجل غد الأفضل للأجيال التي تأتي من بعدنا. دمتم في رعاية الله وحفظه، ولنا لقاء إن شاء الله في حوار آخر. السلام عليكم.